أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تكافل تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. أظهر استبيان جديد زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة في بعض الدول العربية، وعلى خلاف ما يقع إعلانه رسميا، ذلك أن الحكومات تعلن فقط الجرائم المبلغ عنها رسميا. وحسب الاستبيان فقد زاد عدد الجرائم في تونس والجزائر والمغرب وليبيا والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية. ووفقا للأمم المتحدة فإن جرائم القتل مسؤولة عن أكثر من 464 ألف ضحية في العالم كل سنة، أي أكثر من جرائم القتال المسلح وضحايا الإرهاب مجتمعين. فما هي العوامل المساهمة في ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟ وما هي الحلول المقترحة لعلاج هذه الظاهرة؟ إذن للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من الرباط أستاذ علم الاجتماع الأستاذ علي الشعباني. مرحبا بك أستاذ علي، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. وينضم إلينا كذلك من لبنان المحامي والمستشار القانوني الأستاذ طارق حجار. مرحبا بك أستاذ طارق، وشكرا جزيلا كذلك لالتحاقك بنا. أستاذ علي الشعباني في الرباط، أبدأ معك هذا الحديث بخصوص هذه المعلومات والمعطيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الجريمة طبعا بمختلف أنواعها. بداية أستاذ علي، هل يمكن اعتبار الجريمة في العالم العربي أو ربما في المنطقة المغربية ظاهرة منتشرة؟ شكرا على الاستضافة وأيضا التعليق على هذا الموضوع. وكما يقال حديث ذو شوبين، فهو موضوع كبير كبير جدا، وهذه الظاهرة أصبحت متفشية جدا في الأوساط العربية، خاصة في أنا أتكلم عن المجتمع المغربي، لأن الجريمة في ارتفاع كبير، وذلك لعوامل، لأن عندما نتكلم عن الجريمة لا نتكلم عنها كفعل، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع وإلى تفشي هذه الظاهرة. يعني أستاذ الشعباني أنت تؤكد أنها ظاهرة منتشرة؟ طبعا طبعا، هي الجريمة هو فعل كوني يمكن أن نجده في أي مجتمع، لأن ليس خاص بمجتمع معين، ولكن عندما تتوفر العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشارها وإلى ظهور هذه وتفشي هذه الظاهرة، فلا بد أن في المجتمع المغربي كان هناك عوامل. نعم. التي تؤدي الى التي اصبحت الجرائد والصحف تتحدث عنها كل صباح، وهناك بعض الصحف التي تخصص صفحات يوميه لاثاره وللاشاره الى مثل هذه الجرائد. ما هي اهم هذه العوامل؟ اهم هذه بطبيعة الحال ساعود على هذه العوامل، اذا هي عوامل متداخله، لا يمكن أن نركز على عامل واحد، لذلك لأنه يكون إجحافا في إظهار العوامل الحقيقية لهذه، فهي ظاهرة مركبة وعوامل وأسبابها مركبة كذلك، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو اجتماعي وثقافي، منها ما هو قيمي. نحن نعرف بأن في المجتمع المغربي الآن كان هناك ما نتحدث حاليا ونبحث فيما يعرف حاليا بانهيار منظومة القيم، وعندما تنهار القيم في المجتمع بطبيعة الحال أنها تذهب كل الحصانات وكل الموانع التي يمكن أن تمنع ارتكاب الجرائم. إذن فالقيم كانت بمثابة حصانة للإنسان التي تمنعه من ارتكاب الفعل الذي يمكن أن يؤدي إلى الجريمة، إذن أو إلى فعل إجرامي. ثم كذلك تأتي بعد عن طريق انهيار منظومة القيم
تضافرت معها مجموعة من القيم من العوامل الأخرى، منها العامل الاقتصادي، لأن هناك إذا كما يقال بالعربي كاد الفقر أن يكون كفرا. فالإنسان الذي يعني وقطع الأرزاق من قطع ولا قطع الأعناق، إذا عندما تقطع الرزق وعندما تنحصر الأسباب الحقيقية للحياة وللمعيشة اقتصادي إذن آنذاك لا يبقى للإنسان إلا ارتكاب كل الفواحش بما فيها ارتكاب الجرائم. جيد. فطبيعة الحال تكون هناك العوامل المؤدية كالسرقة وكالاعتداءات وكالاعتراضات للناس وكسلب الأمتعة للناس. نعم. ولكن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة. ثم كذلك العامل الثقافي، نحن نعرف بأن عندما ينقص الوعي، عندما تتدهور عندما يتدهور الوعي يعني الإنسان وفهم الظروف وتأويل هذه الظروف بتأويل علماني منطقي قوي، يعني هنا تظهر الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم. وهذه العوامل كلها نجدها في مجتمعنا حاليا، وهي تتضافر كلها لكي تؤدي إلى جيد. تفشي وإظهار. أستاذ علي، كذلك يمكن أن نضيف إلى عامل سياسي. جيد. نعود إلى العامل السياسي. نعم. ربما أستاذ نعم. علي، نعود لباقي العوامل وربما على رأس العامل السياسي بعد قليل معك، لأرحب كذلك بانضمام الأستاذ طارق حجار. الآن إن شاء الله تكون التواصل جيد هذه المرة، وكذلك الأستاذ علي علوي الكاتب المهتم بقضايا المجتمع معي من الجزائر. مرحبا بك أستاذ علوي وشكرا لك. وكذلك من تونس الكاتبة الصحفية حنان العريض. مرحبا بك سيدة حنان وشكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ علي علوي، في الجزائر الإحصائيات غير الرسمية التي أجرتها بعض المواقع المعتبرة والمحترمة تتحدث على زيادة الجريمة ومعدلات الجريمة في الجزائر، كذلك في الدول العربية. هناك قائمة طويلة عنوانها الكبير زيادة الجريمة في الدول العربية، دول كثيرة وعلى رأسها دول المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس يعني خصوصا، وحتى ليبيا كذلك. في الجزائر أستاذ، لماذا أو ما هي الأسباب التي تكمن وراء زيادة منسوب هذه الظاهرة، ظاهرة الجريمة في المجتمع الجزائري؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا على اختيار هذا الموضوع الهام، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، لأن الموضوع في الحقيقة مرعب ومخيف، ليس مخيفا في الظرف الحالي فقط بل مخيفا على الأجيال القادمة. ربما أعطي مقدمة فيما يخص هذا الموضوع. نعم. الذي يخص انتشار العنف، هناك بعض الدراسات تقول أن قرابة 50% من الأفراد الذين يمارسون العنف في المجتمعات قد شاهدوا أحداث عنف على مدار حياتهم. والأسباب كثيرة أيضا، منها الكحول، تعاطي المخدرات، البطالة، ظروف الاقتصادية، الفقر طبعا، غياب الردع الديني، غياب القانون، غياب مشاعر التسامح، العنف الأسري، لأن الأسر ضربت من الداخل، التفكك الأسري، كل فرد في الأسرة يعيش في عالم خاص. التربية، تربية الأطفال على الانتقام، مثلا الأطفال الطلاق، الجهل والتخلف، يعني تدني مستويات التعليم أيضا، والوعي المجتمعي، وعي الفرد والمجتمع يؤدي إلى انتشار العنف. برامج، بعض البرامج في الفضائيات أيضا تغذي في الإنسان هذا العنف. الجزائر ليست بمنأى عن المجتمعات الأخرى، ولكن أعتقد أن أقول أن كل المجتمعات التي تعيش حقب مظلمة أو حقب مؤلمة كما عاشت الجزائر مثلا في العشرية السوداء، سوف
تكون لها أثار سلبية على مدار جيلين أو ثلاثة. يعني أستاذ علي علوي، هل يعني على سبيل المثال أنت ذكرت العشرية السوداء والحمراء في الجزائر، عدد ضحايا قارب 250,000 ضحية، هل أثار تلك العشرية يعني ما زال متواصل، أو ما نشهده الآن من ارتفاع ظاهرة العنف أو ظاهرة الجريمة، هل بسبب من أسبابه؟ طبعا هو أسباب كثير، لكن هل أحد أهم أسبابه ما عاشته الجزائر في تلك العشرية؟ أكيد أكيد، هو سبب رئيسي من الأسباب، وسوف تعيشه الدول العربية أيضا مستقبلا، تلك الدول التي تعيش عنفا الآن، مثل ليبيا، مثل اليمن، مثل السودان، مثل سوريا، العراق، سوف تبقى لجيلين أو ثلاثة هذه المشاهد، مشاهد العنف في المجتمع، لأن هذه الأشياء لا تذهب بعصا سحري، ولكن بالعصا السحرية، ولكن تبقى الآثار لأجيال. ونحن نحدد الجيل بالعشرين سنة تقريبا، فترة الدراسة من سنة أولى ابتدائي إلى نهاية الجامعة، فتقريبا راح تدوم، ولكن مع العلاج المتواصل ومع الجهد المتواصل نستطيع أن نقلل أو نجنب. واضح هذا أستاذ علي، إن كان هناك جهد، إن كان هناك وعي بخطورة هذه الظاهرة. ولم أذكر كل الأسباب، أكيد سأعود إليك أستاذ علي للحديث عن باقي الأسباب، فقط حتى نعمل جولة على ضيوفنا كلنا، لأنه مهم جدا نسمع من كل بلد تجربته، لأنه هذا يعين كذلك المشاهدين على حسن الفهم، ويعين كذلك ربما إن كان هناك نية على حسن المتابعة. الأستاذ طارق حجار المحامي والمستشار القانوني معي، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ طارق، لبنان هل يختلف عن باقي الدول؟ هناك إشارات في الإحصائيات إلى أنه لبنان كذلك ضمن هذه الدول التي زادت فيها منسوب، ليس مثل سوريا وليس مثل العراق، ولكن هناك منسوب زيادة زائد لهذه الظاهرة. كيف هو الوضع في لبنان؟ وهل هناك أسباب مختلفة عما كنا نسمع، خاصة دعنا نقول بالمجتمع اللبناني؟ نعم، أولا يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة، وتحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. مرحبا عزيزي. هناك مقولة شهيرة، كلنا في الهم عرب. لبنان يشبه العالم العربي بجميع تفاصيله الاجتماعية والأمنية ومشاكله المتنوعة، إنما الأسباب الأساسية في الوقت الحاضر التي يعاني منها لبنان وتسبب إلى تزايد في الجريمة هو كما هو معروف الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، الانهيار الذي يعيش فيه المجتمع اللبناني. كل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى نسبة فقر عالية وصلت إلى حدود 80% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، فلتان أمني وانهيار لجميع مؤسسات الدولة. بطبيعة الحال سوف تؤدي هذه الأمور إلى ازدياد في نسبة الجرائم، لا سيما جرائم القتل والسرقة أو القتل من أجل السرقة. إنما إذا أردنا أن نعطي مقاربة حقوقية وقانونية لازدياد جرائم الجرائم بشكل عام في لبنان أو في لبنان والعالم العربي، ذلك يتعلق بتكوين تكوين النظام العربي الذي يحكم بلداننا. الأنظمة العربية بشكل عام سيد العزيز لا تعطي أهمية للقطاع التربوي والقطاع الاجتماعي، لا تعطي أهمية لقطاع الشباب للاهتمام بأمورهم وشؤونهم ومستقبلهم. بمقارنة بسيطة في جميع الدول العربية، وأكاد أجزم جميع الدول، أن إذا أجرينا مقاربة بسيطة في ميزانية الوزارات الأمنية والعسكرية من جهة، والوزارات التي تتعلق بالتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، نرى أن دولنا تعطي الأهمية للوزارات الأمنية والعسكرية، إنما الوزارات التي تتعلق بشؤون التعليم الذي هو أساس
مستقبل الأجيال وأساس بناء الأوطان، نرى أن الميزانيات والاهتمام هي قليلة جدا. هذا من ناحية. أما من ناحية ثانية، التعاطي في السجون ومراكز التوقيف مع المواطن العربي أو المواطن اللبناني بشكل خاص، إنه السجون لم تعد إصلاحية في أوطاننا. فهذه أسباب، إذا أردنا أن نقول، هي الخاصة بموضوع لبنان، ناهيك عن موضوع الأسباب الاقتصادية القاهرة. نعود إليها أستاذ طارق بعد قليل. الأسباب الاقتصادية بالأكيد أنها أحد أهم الظواهر كذلك لهذه الجريمة. حنان العريض، مرحبا بك مرة أخرى، أرجو أن تكون تسمعيني الآن. في تونس كذلك حسب الإحصاء هذا فيه ارتفاع لهذه الجرائم، هناك أعداد تعلن عنها الدولة رسمية مخالفة أو أقل قد يكون من الأعداد الحقيقية التي تعلن عنها. بعض رجال الشرطة على الأقل في تونس يتحدثون على أن جرائم القتل على سبيل المثال تكاد تكون يوميا تحصل في تونس، هذا بالإضافة إلى ما يقوله بعض المتابعين من ازدياد منسوب العنف اللفظي بسبب الوضع السياسي. ربما البعض يقول حتى بدءا من رئاسة الجمهورية وانت نازل هناك عنف لفظي يزداد منسوبه في الفترة وفي الآونة الأخيرة بسبب الخصومات السياسية. ما تأثير هذا فعلا كله على الواقع، واقع ازدياد نسبة الجريمة في المجتمع التونسي؟ نعم، أنت تحدثت عن ربما ربطت المسألة بالجانب السياسي وانعكاساتها على المجتمع، ومن هذه النقطة ننطلق. في الواقع حتى المجتمع يتغير، ليس المجتمع في العاصمة مثل المجتمع في باقي الولايات، وهذا تلاحظه حتى خلال سفرك مثلا من الراكبين معك الواضح، يعني ربما سلوك ابن المركز أو الذي يعيش في المركز ليس هو من أصل المركز، تعلم أن العاصمة وجهة الجميع، فبالتالي حتى سلوك المجتمع يتغير. يعني وعادة ما سكان الجهات وسكان المناطق الداخلية يكون عندهم أكثر هدوء ربما، أو لا يلتجئون كثيرا للعنف ربما المعلن، ربما يستبطنونه ولكن لا يعلنون عنه صراحة مثل ما هو الحال بالعاصمة، وأيضا حيث كثرت النشاط السياسي. هذا واضح أستاذ، ولكن ربما عن الأسباب في الواقع متعددة. الأسباب يفسرها الواقع اليوم باتت صريحة، لم نعد نحتاج لهذه الأرقام ربما المعلنة بنسبيتها، ربما تخفي أهداف كثيرة، لكن اليوم المجتمع المدني يشتغل كثيرا على يعني على هذه النقاط ويحاول معالجتها ورصدها وتشخيصها. أيضا نحن كمواطنين نلحظها في المجتمع، لم تعد مختفية عنا، لم تعد تحتاج لدراسات ومختصين حتى يشخصونها حتى يعلنوها صراحة. اليوم الجميع مهدد بالجريمة، وأنت في الشارع وأنت في كل مكان لا تشعر بالراحة، دائما تجد نفسك على درجة عالية من الحذر واليقظة. لماذا؟ الجواب بسيط، لأن عن ردح عن التصدي لها، والأصل أن رجل الأمن عادة ما يسعى كثيرا لحفظ الأمن العام والتصدي لهذه الجريمة بل استباقها، لكن اليوم تغيرت المعطيات وتغيرت الأسباب. اليوم نتحدث عن مواطن جديد وأيضا ضحية هذه التغيرات التكنولوجية وهذه الثقافة الجديدة وهذه ربما الإكراهات الجديدة، فتجدها يعني فتجد انعكاساتها الأولى هي انعكاسات سلبية، انعكاسات يعني تغطي فيه هذا البعد الانتقامي، هذا البعد ربما اللي فيه كثير من الطمع ربما والحقد أيضا، وهذه التفرقة الاجتماعية وهذه الطبقية المقيتة التي خلقت، وبالتالي استغلت كثيرا هذا الجانب الإجرامي داخل كنا بداخلنا جانب مجرم، وهذا لا ننكر، يعني كنا ندافع عن ربما عن هوانا وعن تطلعاتنا، وإذا لم نجد ربما الوسائل الطبيعية نلتجئ للعنف أحيانا لنفسك حقنا، هذا لا ننكره، جميعنا موجود بداخلنا شخص عنيف، ولكن الفرق بين هذا وذاك
هو ذلك الشخص الذي بلغ درجة من الوعي بحقوق الآخر وحقوق المجتمع وحقوق الوسط الذي هو فيه، وبالتالي يحاول قدر المستطاع أن يعالج هذه المسألة وأن يحفظ حقوق الناس. هناك فئة أخرى لم ترقى إلى هذه المستوى الوعي. وبالتالي هذه المسألة باتت اليوم في الواقع، أنا أعتبر أن هذه المسألة تغطى أيضا التطبيع مع العنف داخل العائلة. من فينا لم يضرب في صغره؟ من فينا لم يعنف من أحد والديه؟ من حيث من يعني هو حنان الضرب هذا في العائلة والأسرة موجود من قدم الزمن، لكن لكن ليس هناك في من قدم الزمن على سبيل المثال جريمة ترتفع منسوبها في المجتمع التونسي على سبيل المثال مثل ما يحصل في السنوات الأخيرة. وبالتالي صحيح قد يكون ذلك سببا، لكن بالأكيد أن هناك أسباب أخرى. حنان أعود إليك بعد قليل فقط حتى أشرك معي البقية. أستاذ علي علوي في الجزائر، يعني دعنا ننطلق من العامل الاقتصادي، يعني البطالة والفقر، أي نسبة مساهمة في ازدياد نسبة الجريمة؟ هل هي فعلا عنصر أساسي في ذلك، أم قد تكون هي عنصر ثانوي يسبقه عناصر أخرى أهم منها؟ لا، هي في الحقيقة تقريبا كل العناصر متساوية. في البطالة مثل الإحساس بالظلم أو القهر في المجتمع، الإحساس بعدم أخذ حقه من الحياة، الأسباب متشابهة وفي يعني ومتقاربة في النسب. أحيانا هناك من لا يكون الدافع هو الفقر، يكون الدافع هو الجهل مثلا. فالعنف عبارة عن اختلال في الفكر، هو لا عقل. فاختطاف الأطفال والتنكيل مثلا بالجثث هذا ليس دافع للسرقة. فمثلا يعني فيه ناس مهيئون للعنف من أجل ربما سوء تفاهم، يتفاقم الوضع ويصبح فيه ضحايا. العنف بالسيوف في بعض الأحياء الشعبية في بعض المدن، سواء ليس في الجزائر فقط، في كثير من المدن المجتمعات العربية نشاهد مشاهد العنف بين الشباب بالسيوف، أصبح ظاهرة متفشية. طيب، فهنا القضية ليست قضية فقر، هناك من يجد الوسيلة لشراء المخدرات ثم يفقد عقله ويمارس العنف بمتعة في غياب العقل. لكن أريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا. الأسباب معروفة في الحقيقة، ولا نستطيع ولا داعي لنقاشها وإعطائها الوقت الكثير. نحن بحاجة اليوم إلى البحث عن الحلول. فما ألاحظه مثلا في الجزائر وفي بعض المجتمعات العربية الأخرى، هذه الظاهرة تعالج بالحل الأمني فقط. أستاذ علي، كلامك مهم. أستاذ علي، الحلول مطلوبة، لكن كذلك التشخيص يهمنا كثيرا، لأنه فيه بعض الأسباب قد تكون خافية على الباحث. يعني قد بعض الناس يعني تجمع الحلول على البطالة أو الفقر أو العنف الأسري أو غياب القيم أو غير ذلك، قد يكون هناك أسباب أخرى تضاف في واقعنا المحلي اليوم. يعني على سبيل المثال، حينما تكون الطبقة السياسية أو الحاكم خطابه، ألفاظه، عباراته التي يتوجه بها إلى المواطنين، عبارات فيها تحريض المواطنين على بعضهم بعضا، أو فيها عبارات يعني قوية في اتهام خصوم سياسيين، ألا يمثل هذا عاملا إضافيا وقد يكون جديدا في الآونة الأخيرة، يزيد من منسوب هذه الظاهرة اللي هي موجودة ولكن يضاف إليها هذا العامل فيزيد من ظهورها وتفشيها؟ ما مدى أهمية الخطاب السياسي وخطاب النخب أستاذ علي؟ هذا ما لاحظناه حتى في
المحافل الانتخابية مثلا. فأعتقد أن الأحزاب المتواجدة على الساحة والتي لا أعتبر أنها تمثل المجتمع ولا أطيافه تتسم بالأنانية وتؤدي تعبئة أفراد الحزب إلى كره الآخر ونبذ الآخر، وهذا أيضا جانب من جوانب العنف. لكن عموما أعتقد أن لما يكون الفساد منتشر على مستوى هرم السلطة هذا ينتقل مباشرة إلى أفراد المجتمع، وأعتقد أن الأنظمة الفاسدة لها يد في فساد المجتمع وفي فساد الفرد، فإذا فسد الفرد يلجأ إلى العنف بطريقة مباشرة. نعم. فلما نكتشف مثلا نرى بوضوح عدم تطبيق القانون على الجميع، مثلا نزع رخصة السياقة من هذا وردها إلى الآخر، التعامل مع أفراد المجتمع أو الكيل بمكيالين، فساد القضاء، فساد التشريعات، فساد المنظومة التربوية، يعني كل هذا يغذي العنف ويساهم في انتشاره. نعم. أستاذ علي ابقى معي أعود إليك بعد قليل. أستاذ طارق حجار، يعني ما مدى مساهمة انتشار الفساد عدم اكتراف الحكومات بالبحث عن إصلاح سياسي واجتماعي ومعالجة حقيقية لهذه الظاهرة، ما مدى مساهمة ذلك في زيادة هذه الظاهرة؟ نعم عزيزي، حضرتك قلت في سؤالك السابق للزميل العزيز تطرقت إلى موضوع مهم جدا، إلى خطاب النخب السياسية وإلى الأداء السياسي للطبقة الحاكمة بشكل عام والفساد الذي يطال جميع المستويات في الطبقة السياسية العاملة. أولا خطاب، نحن في لبنان خرجنا من انتخابات تشريعية منذ شهر ونصف. نعم. قبل الانتخابات التشريعية ساد في خطاب المنظومة الحاكمة بجميع أطرافها يعني المتعارضة بينها البين، ساد خطاب التحريض الطائفي وتحريض الطوائف لبعضها البعض وتحريض المناطق بعضها البعض، وهذا بلا شك أدى إلى مشاكل عديدة ممكن رأيناها مباشرة على التلفزيون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك خطاب كراهية مقيت أيضا تجاه بعض الفئات المهمشة في المجتمعات، إن كان تنتمي إلى مناطق معينة على الأطراف أو إلى اللاجئين أو إلى غيره، يؤدي إلى التعرض لهذه الفئات المهمشة بالاعتداءات التي لا تلقى محاسبة وعقاب في النهاية، كون القضاء والقوى الأمنية والسلطة بشكل عام تقف إلى جانب القوي والغني ولا تقف إلى جانب الفقير والضعيف. فهذا كله مترابط بعضه البعض، والسلطة الحاكمة تنتج أجيالا حانقة وتريد السأر منها ومن المجتمع بشكل عام. يخرج سجين. نعم. من السجن مجرم أكثر من قبل أن يدخل. هذه أمور لابد أنها هي الأساس في إنتاج مجتمعات مجرمة. ناهيك عن هناك أيضا سبب رئيسي في لبنان وفي العالم العربي، المخدرات. برعاية أحزاب السلطة والسلطة الحاكمة. طيب ابقى معي أستاذ طارق رجاء ومشكورا، ابقى معي. حنان. نعم. العريض، أعود إليك في تونس. هل هناك بداية شعور بخطورة هذه الظاهرة في تونس؟ هل هناك حديث إعلاميا وسياسيا بخصوصها؟ هل هناك مراكز دراسات وبحوث وبالتالي بحث عن علاج لهذه المشكل، أم أن المجتمع التونسي مشغول بقضايا أخرى ربما على رأسها قضايا المعيشة اليومية والخصومات السياسية؟ هو في الواقع الشعور بهذه القضايا مؤكد، يعني تشتغل عليه خاصة
المجتمع المدني من خلال تلك الجمعيات والمنظمات التي تشتغل يعني في شبكة في داخل الوطن، على اعتبار أن هذه المشاكل وهذه الظواهر الاجتماعية تغطي كامل البلاد، ليست حكرا على منطقة دون أخرى، وبالتالي هم يحاولون الاشتغال في إطار شبكات وأيضا بالاستئناس بتجارب دولية. فتراهم يعني دائما ينظمون ندوات علمية ويعني وفي شكل دراسات ومنشغلة بهذه هذه القضايا تحت غطاء التمويل من الخارج وتحت غطاء هذا الاستئناس بمقاربات أخرى. ولكن الإعلام في الواقع يغذي كثيرا هذه الظواهر الإجرامية، لأنه ما يقدم في الإعلام اليوم فيه نسب كبيرة قدم فيه الجرائم، حتى أصبح التطبيع يظهرون تلك الشخصيات منذ الصغر. أنا يعني أذكر هذا، يعني يخرجون البطل، عادة ما يكون ذلك الشخص الطيب ولكنه يظهر في شكل مجرم، حتى أنهم كثيرا يعني حتى في المجتمع يقال أن أولئك المجرمون لديهم قلوب رحيمة وطيبة، فقط لم يفهمهم المجتمع. ويعني هذه الروايات التي تطبع على سبيل المثال في فيلم شورب في تونس، الذي يقال انه لم يكن بذلك السوء الذي قدم تلفزيونيا، كان مختلفا. والاصل لدينا هيئه تعديليه، هيئه السمع البصري، هذه الهيئه المفروض تمنع مثل هذه الظواهر، معالجتها بتلك الطريقه. يعني المعالجات متعدده، يعني هناك بحث عن الاثاره بغض النظر عن اثاره الاجتماعيه. وأكبر دليل أن المؤسسات الإعلامية الحكومية لا تطرح مثل هذه المعالجات يعني التي تدعو إلى التطبيع. ولكن هناك قضية أخرى لا يمكن السكوت عليها، وهي مسألة التشريعات هذه التي تعطي للقانون شرعية حتى يطبق وينفذ على هؤلاء. هذه التشريعات في الواقع منقوصة كثيرا وظالمة في بعد كبير وواسع منها، لأن حتى على مستوى العقوبات اليوم السجون مكتظة بأولئك الذين ارتكبوا ربما جريمة مخففة خفيفة، بداية جريمة ربما، لكنهم يوضعون في سجون يعني مكتظة، فيطبقون مع الجريمة أكثر ويتعلمون جرائم أوسع. نعم. وفي المقابل الذي يرتكب جرائم كبرى والفاسدين يتمتعون، لست أعلم يعني بالضبط كيف يعني كيف أصلها، ولكن نعم. من خلال تجربتك أنت في المجتمع المدني وعملك في الإعلام، نعم. هل تجربكم أنتم يعني هل تؤتي أكلها محاولات العلاج، دعنا نقول هذه الظاهرة مع بعض الأفراد، هل هناك نتائج إيجابية؟ لا، هذا إهدار للمال، ربما أعتبرها أنا إهدار للمال ربما، وربما هي يعني مزيد من ربما من ملء الرفوف بهذه الدراسات، ومثل مخرجات الجامعة وتلك الأطروحات ورسائل الماجستير وغيرها تملأ رفوف الجامعة دون أن تصبح يعني مخرجات عملية للخروج من مآبق. نفس الشيء يعني لا نرى، بالعكس مدام هناك فقط المعالجة الأمنية لن تعطي أكلها، نحتاج إلى الفعل الثقافي، نحتاج إلى الفنون، إلى الموسيقى، إلى الأنشطة. هل هناك بالسجون مثلا، ولو أنه يتحدثون عن حقوق الإنسان داخل السجون وبعض الأنشطة، لكن تظل دائما محدودة في المجتمع أيضا. حتى هؤلاء في المؤسسات، هل هناك في مؤسساتنا لإداراتنا أنشطة ثقافية نجد فيها الجميع من رئيس المؤسسة إلى أدنى مستوى؟ هذا التقارب الاجتماعي لابد منه، لكن اليوم للأسف يعني عمقنا هذه الطبقية، والرئيس في العمل أو غيره من تلك الوظائف ينظرون إلى الآخر كأنه ليس شريكا معهم في ذلك الإنتاج لتلك المؤسسة. والأصل أن كلنا سواتية، فقط نحن نقسم المهام وكلنا سيد في مهمته يعني. لكن للأسف نحن لدينا تركيبة خاطئة لا تحترم حقوق الآخر، وتصنع يعني واضح أستاذ حنان، تصنع عظمة خاطئة لدى البعض. نعم، ابقي معي، أعود لك بعد قليل في سؤال ختامي رجاء إن كان ذلك ممكنا. مشكورة أستاذ علي علوي. أعود إلى السبب المتعلق بالسلطة السياسية في أي بلد، ما مدى مساهمتها في تفشي هذه الظاهرة؟ لأن السكوت عنها وعدم صرف الاهتمام الكافي هو شكل من أشكال تركها تنتشر. ما مدى مساهمة السلطة سواء عبر
ملفات فساد أو عبر انتشار الفساد نفسه، لأنه نحن وجدنا في الجزائر على سبيل المثال في فترة ما بعض الشخصيات السياسية هي كذلك وراء عملية بيع المخدرات أو الترويج حتى للمخدرات، هناك شخصيات سياسية مورطة في هذا. كذلك عدم الاكتراث بالبحث عن الإصلاح الاجتماعي والسياسي، هل يساهم كذلك في تفشي هذه الظاهرة؟ فيما يخص الجزائر هناك تراكمات وسياسات خاطئة لعشرات السنين نعيشها اليوم. كانت الأنظمة المتعاقبة سببا مباشرا فيما نعيشه اليوم من عنف وفساد، والدليل على ذلك انتفاضة الحراك على العصابة وما كشفه القضاء في المحاكمات التلفزيونية لشخصيات مرموقة في أعلى هرم السلطة نهبت المليارات من مقدرات الشعب الجزائري. فكيف يتصرف من هو غير متشبع بالقيم من المواطن، من المواطنين؟ كيف يتصرف وهو يرى من تولى أمر الرعية خائن للوطن وخائن للشعب؟ فحتى بعض القوانين والتشريعات كانت تساهم في هذا الفساد. عشنا حقبة كانت فيها بعض الأساليب في مجال التربية والتعليم مضرة بالمجتمع الجزائري ومضرة بمعتقداته وعاداته وتقاليده في الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية. يعني كانت السلطة كان للسلطة يد مباشرة في هذا الفساد لحقب عديدة. الذي أعيبه على السلطة دائما أنها لا تفكر إلا في الحلول الأمنية ولا تسرع في علاج حقيقي للأزمة حتى نشعر بالثقة وبالأمان في من يقودنا اليوم. أظهروا لنا أنكم فعلا تخافون على مستقبل الأجيال كي نثق فيكم. اسرعوا في علاج حقيقي. احترموا النخب الرسالية الحقيقية. لا نريد أن نرى في المشهد نخب مزيفة ممثلة للأنظمة فقط. النخب الرسالية الحقيقية مهمشة لا تستطيع أن تتحرك إلا من رحم ربي. إذن دائما السلطة لها اليد الكبرى في توجه المجتمع سواء إلى طريق الصلاح أو إلى طريق الفساد. لأنهم هم من تولوا أمرنا. أستاذ خليك معي أستاذ علي. أستاذ طارق، التشخيص واضح، يعني أسباب مشتركة وهناك ربما بعض الخصوصيات من بلد إلى آخر، لكن البلدان العربية يعني يشتركون تقريبا في كل هذه الأسباب. الآن في على مستوى الحلول وعلاج هذه الظاهرة، هل يكفي أن يقوم مركز أبحاث أو دراسات اجتماعي أو نفسي بدراسة الظاهرة وتقديم حلول لذلك حتى نقول والله نحن الحلول موجودة، أم أن الحلول بدون إرادة سياسية حقيقية وبدون اشتغال على الإصلاح الاجتماعي والسياسي لا تؤتي شيئا ولا يمكن أن يكون لها أثر؟ بالضبط بالضبط عزيزي، هنا بيت القصيد. الإصلاح السياسي هو مدخل إلى جميع الإصلاحات
كون الطبقة السياسية التي تحكم هي تحكم جميع مفاصل المجتمع العربي أو أي مجتمع تحكمها. فلا، الدراسات كما قالت زميلتنا حنان هي إنفاق للمال دون طائل، هي للدراسات تضعها الجمعيات على الرفوف. المجتمع المدني مشكور بجهوده وهو مجهود أساسي وضروري، إنما الأساس هو يجب أن يكون هناك حلول شاملة لجميع الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد الجرائم، وعلى مستوى وطني وحكومي وسياسات استراتيجية للحكومات كي نصل إلى حلول منتجة للمستقبل. وإنما الحلول الأمنية الموضعية كلها لن تأتي إلى نتائج. عزيزي، مجتمعاتنا أصابها الترهل، أنظمتنا السياسية وصلت إلى حدود الفساد إلى بشكل لا يوصف، أصبح المشهد سوريالي خاصة عندنا في لبنان. يعني لا يمكن أن نتصور أن هناك نائب في مجلس النواب مطلوب بمذكرة توقيف من المحقق العدلي في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت، وأصبح عضوا في لجنة الإدارة والعدل التي تصن وتشرع يعني وتشرع القوانين. هناك مشهد سوريالي. طيب ما الحل أستاذ طارق؟ يعني الحل، ما الحل؟ الحل الحل نزل في يعني جميع الشعوب العربية، خاصة عندنا في لبنان. في 17 تشرين انتفضت الناس ونزلت بالملايين إلى الشارع لتغيير النظام. قوبلت بالحل الأمني والقمع والقتل وفقر العيون والسحل بالطرقات، ويعني قوبلت من جميع على الصعيد الرسمي الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، وعلى صعيد الميليشيات المحلية اللبنانية من جميع الأحزاب ومن جميع الأطراف. يعني كلنا ضحايا، الشعوب العربية وخاصة الشعب اللبناني هو ضحية هذا النظام. علينا أن نقوم بالتغيير كما يقول بالقطعة، وليس تغييرا شاملا، عن طريقة القدم حتى نصل إلى التغيير الشامل. طيب. يعني الأمور تحتاج إلى وقت، إنما الأساس على الشعوب أن تعي مصلحتها وأن تعي إلى أين تريد أن تصل، جيد. وأن تعي من هو الجلاد. على الشعوب العربية أن تعي من هو الجلاد. جيد، ابقى معي سيد أستاذ طارق. حنان، ما هي المسؤولية الفردية؟ خطر هذه المشكلة الفرد نفسه عنده مساهمة فيه، الأسرة كذلك، غياب القيم. يعني إذا الدولة لم تقدم لك أو المدرسة لم تقدم لك، هناك نوع من الوعي، هناك وسائل تواصل الآن تزيد نوعا ما في الشعور باحترام القيم العربية والقيم الإسلامية. ما إمكانية الحلول الفردية ممكن نسميها، ونحن نتحدث عن الحلول، ما إمكانية مساهمة الحلول الفردية لبعض العائلات وبعض الأسر والأباء والأمهات في التقليل من هذه الظاهرة في مجتمعاتنا؟ حنان؟ طيب أستاذ علي علوي، في نفس السؤال، يعني ما مساهمة الفرد في علاج هذه الظاهرة برأيك؟ هذا ما نعيشه الآن. هناك مبادرات فردية صادقة من بعض الخيرين الذين يحاولون نشر القيم في المجتمع. هناك محاولات صادقة من بعض النخب الرسالية كما أسميها. هناك عمل يومي وجهد يومي يدفعون من أموالهم الخاصة ويقدمون من وقتهم وجهدهم للخروج أو التقليل من هذا الخطر الذي يهدد أجيالا بأكملها. لكن تبقى دائما رتم الجريمة أسرع من رتم الإصلاح، لأننا لا نجد السند السلطوي والإرادة السياسية الحقيقية لتغيير شامل. نحن في حاجة إلى ورشات مفتوحة على جميع الأصعدة لإصلاح حقيقي وبناء حقيقي. ولا أفهم هذا الصمت وهذا التغابي
الذي نعيشه في مجتمعاتنا العربية من طرف الأنظمة، والعالم يغلي في كل الاتجاهات، وحرب روسيا على أوكرانيا قد كشفت الغطاء على تغييرات كبيرة وتكتلات كبيرة سوف تحدث. فماذا ينتظر أو ماذا تنتظر الأنظمة العربية لبناء الجبهة الداخلية التي هي هشة ومهلهلة وهي الأساس في حماية الوطن؟ في الحقيقة المجتمعات العربية جبهتها الداخلية تعيش أزمات كبيرة، وعلى الأنظمة أن تستيقظ، أن تستيقظ فورا، لأن الأخطار محدقة بها. يتكلمون عن مجاعة قادمة، مجاعة عالمية قادمة، يتكلمون عن تكتلات جديدة في العالم. أين نحن كعرب وكمجتمعات عربية من هذه التكتلات الجديدة وماذا أعددنا لها؟ فالجبهة الداخلية مهم جدا أن نعززها بإصلاح حقيقي وبأصحاب عقول سابقين. أستاذ علي أعود إليك بعد دقائق معدودة. أستاذ طارق حجار، هنا المسؤولية الفردية، ما إمكانية يعني المساهمة الفردية في مستوى العائلات وغيرها في التقليل من ظاهرة الجريمة في المجتمع؟ نعم، الحقيقة أستاذ العزيز، الجرائم التقليدية كانت تقوم في بيئة البلطجية والمجرمين العاديين، إنما في الوقت الحاضر الجرائم دخلت إلى البيوت وإلى الأسر، وهذا أمر خطير جدا، وهذه ظاهرة تفشت في جميع العالم العربي. فكما قلت، على المجتمعات الصغيرة، على الأسرة، تحصين الأسرة في بيئة صحية، تعزيز التعليم، تعزيز التربية النفسية والصحة النفسية للأفراد. موضوع النظام الأبوي، أن يكون الأخ الأكبر أو الأب هو يملك هذه العائلة، يملك زوجته ويملك ابنته أو يملك ابنه، ويمكن أن يتصرف بهم كيفما يشاء، هذه الأمور يجب أن تنتهي. يجب الأب الصالح يجب أن يرعى عائلته. وسائل التواصل الاجتماعي أستاذ طارق، كيف يمكن للوالدين التحكم فيها؟ يعني لأنه عبرها تمر مشاهد العنف والتي تحرض كذلك عليه. بالطبع، هلا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي موضوع خطير، وفي الوقت عينه لا يمكن ضبطه من قبل الأهل. لذلك أقول التربية والتنشئة الصالحة هي التي على الصعيد الفردي هي التي تضبط المجتمع من الناحية الأخلاقية. ونعود لمعالجة ومقاربة الجريمة من جهة واحدة لن يؤتي نفعا. يجب معالجة الموضوع من جميع جوانبه، ويجب أن يكون هناك معالجة أساسية هي من النظام السياسي، وهي على تكون على صعيد وطني وعلى صعيد استراتيجية وطنية وليس على صعيد فقط الأفراد. نعم نعم. أستاذ علي، أختم معك برسالة توجهها للشباب. أقول للشباب، وأعتقد خير ما أقول لهم ما قاله الشيخ العلامة ابن باديس رحمه الله: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب. وأنا أثق كل الثقة في شبابنا العربي الصالح الذي سوف يحدث التغيير قريبا بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ علي علوي المهتم بقضايا المجتمع من الجزائر، والأستاذ طارق حجار المحامي والمستشار القانوني من لبنان. والشكر طبعا لمن سبق أن شاركوا معنا، أستاذ علي الشعباني والأستاذ حنان العريض. شكرا موصول إليكم سيدنا الكرام، موعدنا يتجدد غدا بإذن الله. السلام عليكم.